برج الفتاة هو برج صغير على جزيرة صغيرة عند المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور، يبلغ نحو 200 متر عن ساحل إسكودار في مدينة إسطنبول. يتألف البرج الفريد من 6 طوابق يبلغ ارتفاعها 23 مترا، يربط بينها درج لولبي يمكن من خلاله التنقل بسهولة للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي. وأشهر الحكايات حول بنائه هي أنه كان هناك سلطان يحب ابنته كثيرا، راوده حلم فحواه أنه في عيد ميلادها 18 سوف تلدغها أفعى وتودي بحياتها، ومع أن استيقظ قام بإبعاد ابنته عن اليابسة لحمايتها، حيث ردم جزءا من مضيق البوسفور وشيد لها برجا وسط المضيق لحمايتها من أي أفعى. وتلقت ابنة السلطان هدية عبارة عن سلة مليئة بالفاكهة كان يختبئ فيها ثعبان، تسلل إليها فلدغ الفتاة وقتلاه.